معلش البرد صعب خالص في الشتوية دي، والواحد حاسس ان صوته وشكله ملخبط، فمعلش اعذروني. بس النهاردة عايزة اكلمكم عن حاجة حلوة قوي اتعلمتها من جدتي زمان وانا في ابتدائي. كان عندنا طبعا في اجازات نص السنة كان المدرسين بيدونا واجبات كتيرة قوي قوي قوي، ف رحت قضيت اسبوع من الاسبوعين، اسبوعين اجازه نص السنه مع جدتي. خدت كتبي وكراساتي ورحت قعدت معاها. فالمهم قاعده عماله طبعا ايديا بتوجعني من كتر الكتابه ومن كتر الحل ومن كتر المسائل اللي كنا واخدينها والحاجات دي كلها. فقاعده عماله بقول لها يعني انا عايزه افهم، هو ما فيش طريقه نتعلم بيها غير ان احنا نقعد نكتب الكتابه دي كلها؟ انا دي خلاص اتكسرت. فيشوفوا انا في ابتدائي بس انا فاكره، بتقولي اصل البني ادمين بيتعلموا بعينيهم وودانهم وايديهم، فلازم تتعلمي بعينيكي وودانك وايديكي. وقعدنا نتكلم ونضحك وهزرنا الايام وانا بعمل اول ماستر من الماسترز بتوعي، شهادة الماجستير. اتعلمت عن طرق التعلم المختلفة، وكنا بندرسها علشان نشوف الموظفين اللي بيشتغلوا عندنا ازاي بتختلف انماط التعلم من موظف لموظف. فبالتالي لما نيجي نعمل برنامج تدريب او ورشة عمل، نضمن برنامج التدريبي ده او ورشة العمل دي كل انماط التعلم المختلف. وانماط التعلم مين دي؟ هم ثلاثة: الفيجوال او بالعين، الاوديو بالودن، او الكايناتك بالحركة بالعمل. ولما تعلمت دوا لقيت ان ده مفيد جدا 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 بالنسبة لي انا شخصيا وبالنسبة لاولادي. ولما اشتغلت وفي شغلي كمان، ان انا اعرف الناس اللي انا بتعامل معاهم او فريق العمل بتاعي او بعد كده الموظفين اللي تحت مني، كل واحد فيهم بيتعلم ازاي. احسن حاجة طبعا ان احنا نتعلم نفس المعلومة من التلات اتجاهات دول، نشوفها بعنينا، نسمعها بأذننا، ونشتغلها بإيدينا. حاجة بسيطة جدا جدا، الطبخ بنشوف مثلا حد بيطبخ قدامنا، أمنا، حد من قرايبنا، برنامج في التلفزيون بنشوفهم بيعملوا ده، بنسمعهم وهم بيشرحوا واحدة واحدة ازاي بيعملوا الخطوات دي. وبعد كده بنمسك بقى احنا السكينة ونقطع ونطبخ ونعمل والكلام ده كله. اطفالنا نفس الحكاية، احنا نفسنا نفس الحكاية. يعني لو انت طالب وبتتفرج على الفيديو دوا، اعرف ان انت عشان تتعلم المعلومة تقراها بعينك، تشوف رسمة ليها، تسمعها بودنك من الدكتور اللي بيشرح لك او من المدرس اللي بيشرح لك، او تشوف فيديو مثلا على اليوتيوب بيشرح الكونسبت ده او المفهوم ده. واهم حاجة كمان بعد كده، لان كده خلاص العين والودن، التنفيذ بقى، التطبيق بقى. عشان كده يقول لك حل مسائل كتير، اكتب بايديك كتير قوي. اخلي ولادي يقعدوا كأنهم قاعدين في امتحان ويطلعوا امتحانات مثلا من الامتحانات السابقة، ويحطوا تايمر لنفسهم ويحل كأنه في امتحان. لأنه لما يعمل كده، لما يبقى بقى في بيئة الامتحان الحقيقية، مش هيبقى مصدوم، مش هيبقى مستغرب المكان. جدتي بفطرتها فهمت ان عشان نتعلم لازم نشوف بعنينا، لازم نسمع بودننا، لازم نعمل بايدينا حاجة. زمان في الكتاتيب كانوا يقعدوا يقروا ويعيدوا ويزيدوا، والاولاد الصغيرين كانت جدتي تقول لوح الارتواز بتاعي، لان باباها
كان شيخ أزهر كان عنده جايب لها لوح الارتواز بتاعها اللي هو زي ما تقول سبورة صغيرة، وبتكتب عليها بالتباشير الكلمة، تكتبها تسمعها تقراها. لازم نشوف ولادنا بيتعلموا بأنهي نمط تعلم أكتر، ونشوف نفسنا إحنا بنتعلم أنهي نمط تعلم أكتر. كتير نفسها تقرأ ومش عايزين يقروا لأن عينيهم مش متعودة على إنهم يقروا. من الشكاوي اللي أنا سمعتها، أصل أنا لما بقرأ بصدع، أو أنا لما بقرأ مش بفهم الكلام، لازم حد يقولهولي. ربما الأشخاص اللي لاقيين صعوبة في القراية مش إنهم ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، صعوبة إنه تقعد تمسك كتاب، إنه يقعد يمسك كتاب. شوف حاجات تانية، شوف فيديوهات بتشرح المفهوم اللي أنت عايز تتعلمه دوت، شوفي حاجة بتتكلم عن فيديو بيتكلم عن الموضوع اللي انت عايزة تعرفي عنه. في كتب مقروءة، في ناس سألتني حط لنا لينكات على كتب مقروءة. يا جماعة اليوتيوب مليانة مليانة حاجات كتير، اكتبي بس كتاب مسموع او كتاب مقروء، او زي مثلا سمعتي عن كاتب مثلا عن اي حد، اكتبي كتاب فلان الفلاني، هتطلع حاجات في السيرش، في البحث اللي احنا بنبحثه. واسمعوا ده كمان. ليه انا بأصر كتير جدا جدا على ان انتوا تجيبوا ورقه وقلم وتكتبوا؟ لان انتوا سمعتوا الكلام اللي انا بقوله، حلو قوي، جميل خالص، قفلت خلاص، طارت كل حاجه. ولكن لو مسكنا ورقه وقلم وكتبنا وايدنا، احنا كده دخلنا المعلومة اللي احنا عايزينها تدخل في دماغنا من كافة الطرق، من عينينا وودنا وايدينا، فبتثبت اكتر. جدتي بفطرتها وانا في الابتدائي قالت لي اتعلمي بعينيكي وودانك وايديكي، وهو ده اللي انا عايزاكم زي ما جدتي علمتني انتوا كمان تتعلموه، ان احنا بنتعلم بعينينا بودننا بايدينا. جربوا كده مع نفسكم، مع اولادكم لو عندكم اولاد، مع اي حد يهمكم، هتلاقوا نتائج هائله.